كان مفروض لما البنت اعترفت انها سقطتك ما سيبهاش وبلغ عنها النيابة عشان تقر وتعترف عليه. عشان كده هو استغل خطيبها وخلاه يخليك تمضي وصل الأمانة فودة. ما هو المحامي قال لي ان ده خطيب البنت دي، انا اللي سكت له عشان كده سافيها. خلاص بقى يا حاتم، خلاص ارمي كل الكلام ده ورا ظهرك، مش مهم اي حاجه دلوقتي، المهم تبقى كويس. انا مش منتظره منك ان انت تعادي ابنك عشان خاطري، ده ابنك يا حاتم، ابنك يا حبيبي، ده حته منك، حته مني بس فزت بقى فيها غرغرينه وبقت خطر على الجسم كله، لازم تتبتر. ده شيطان، انا مخلف شيطان، عشان كده لازم تمشي من هنا فورا. لو عرف انك موجوده ممكن يبلغ البوليس ويجوا يقبضوا عليكي. اسمعي كلامي، امشي دلوقتي وبعتي لي الدكتور ادم. مش همشي، انا مش همشي، مش مهم، انا مش فارق معايا حاجه غيرك. ما تتعبينيش معاكي، هو ايه اللي مش مهم؟ خلينا ابقى مطمن عليكي، لازم تخرجي وتمشي من هنا فورا، وانا كمان لازم امشي من هنا فورا. تمشي من هنا ازاي؟ ما ينفعش يا حاتم، انت ما ينفعش تخرج دلوقتي. انا عارف انا بقول ايه، اسمعي كلامي لو سمحتي، يلا مش من هنا عشان ابقى مطمن عليكي. طب بس نستنى لحد الصبح. مش هستنى لحد الصبح. لما ابنك بلغني انك وقعت من طولك قلت يا بت اعملي باصلك، اجري وروح اقفي جنبه زي ما طول عمرك بتعملي، ده في الاخر برضو ابو ولادك. بس طلعت غلطانه، انت ما بقتش محتاجني. استني يا مون. نعم. لو سمحت اسمعيني، يا ريت بنتك يارا ما تعرفش ان انا تعبت وقعت في المستشفى. بنتك تعبانه وفيها اللي مكفيها ومش مستحمله، يا ريت ما تقولي ليهاش. اما بقى ابنك الشيطان اللي انا خلفته انا وانتي، فده لي الحساب معايا، حساب عسير. كل الشر اللي عمله ده مش هسيبه يفلت بيه، وهحاسبه. بلغي كده. يا مها مها، مدام منيرة، مدام منيرة، خليكي معاه، أنا ماشية، اعتبريني مش موجودة. انتي فعلا مش موجودة، انا مش شايفاكي اصلا. طب انا عايزة افهم حضرتك حاجة. انا فاهمة كل حاجة، هو خلاص يا دوب يتخدم، مش هيلاقي انسب ولا اليق منك تخدمه، كده كده كنا بندور على حد يخدمه.